ولنقاش هذا الملف في الذكرى الأولى لاندلاع ثورة تشرين وتحديات الحراك الشعبي في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف. أهلا بك دكتورة. دكتورة هل تسمعينني؟ نعم أسمع. أظهر الثوار صمودا كبيرا أمام القمع الحكومي والميليشياوي، كيف يمكن قراءة المشهد الثوري اليوم في الذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين رغم قمع الميليشيات والقوات الأمنية طيلة العام الماضي؟ أول شيء مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين، أهلا بك. وثانيا أحب أسهل حديثي. عفوا الصوت مسموع؟ نعم، صوتك واضح، ألو. تفضلي. نعم، أحب أسهل حديثي بالترحم على شهداء ثورة تشرين العظيمة والسلامة لمغيبيها والشفاء العاجل لجرحانا، وأهني الشعب العراقي بمرور السنة بمناسبة السنوية الأولى لاندلاع الثورة. نعم، بالنسبة للمشهد العراقي الآن بعد مرور سنة والتواجد اللي شفناه وشهدناه على الساحات هذا اليوم أكبر دليل على أنه الثورة مستمرة، هناك عزم جماهيري كبير على التغيير، لم يؤثر في نفوسهم كل العمليات الوحشية والقمع والترهيب اللي مارستها أحزاب حكومة السيد الصيت عادل عبد المهدي. أصدرتم في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بيانا موحدا طلبتم فيه أولا بمحاسبة قتلة الثوار ومحاسبة أيضا مفوضية الانتخابات السابقة، ما مدى أهمية محاسبة مفوضية الانتخابات قبيل تنظيم أي موعد انتخابي آخر؟ نحن كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين لم تكن لدينا في أي وقت من الأوقات قناعة بالانتخابات القادمة، لكون أنه إحنا حطينا شرط أساسي المشاركة في انتخابات مكتملة الأركان. الأركان كانت الأساسية هو سحب السلاح المنفلت ومحاسبة الميليشيات التي تستخدم السلاح ضد ووجه السلاح القذر ضد أبناء الشعب العراقي أصحاب الأرض الحقيقيين. بالنسبة للبيان الموحد، البيان الموحد صدر بإجماع كل التنسيقيات بالمحافظات المنتفضة، وهذا رد على من يتهم الثورة بالتفكك والتشرذم. أثبتنا أنها ثورة موحدة، لنا كلمة واحدة أطلقناها في كل ساحات الانتفاضة. بالنسبة لمحاسبة قتلة المتظاهرين، أكيد هذا واجب أساسي من أي حكومة لأي حكومة وطنية تصل إلى سدة الحكم. هذا أبناء الشعب العراقي تعرضوا لعملية قتل وحشية، أي إنسان يتسم بذرة من الوطنية يجب أن يكشف النقاب عمن قام بهذا الفعل المشين. نعم. أما محاسبة مفوضية الانتخابات، فنحن كلجنة منظمة نؤمن بمحاسبة الطبقة الحاكمة بربنتها. نحن لم تعد هي ثورة إصلاح أو ثورة مطلبية، ثورة تغيير جذري، ومفوضية الانتخابات جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية، بل هي أنشئت على أساس محافظة، على أساس أنه كل مجموعة فيها تتبع حزب من الأحزاب الموجودة، متهمة بالخيانة العظمى. نعم، متهمة بالخيانة العظمى لكونها أفرزت برلمانا سيء جدا، رأى بأم عينه كيف يقتل أبناء شعبه ولم يحرك ساكنا، بل لم يطالب أصلا هو حكومة السيء عادل عبد المهدي المجرم عبد المهدي بالاستقالة. نعم، رغم انه كانت امام عينه
مشهد قتل ومشهد. نعم نعم، لا نبقى في هذه النقطة. قتل المتظاهرين هو من المطالب الأساسية لثورة تشرين، ومحاسبة القتلة أيضا. شددت العديد من نعم الجهات الحقوقية المحلية والدولية على هذا المطلب، منها المرصد العراقي لحقوق الإنسان الذي طالب مؤخرا الحكومة بالإعلان عن نتائج تحقيقات في ملف قتل التظاهرات. ما مدى قدرة حكومة الكاظم اليوم على تلبية هذا المطلب؟ حقيقة أصبحت حكومة الكاظمي عبارة عن أضحوكة لأبناء الشعب العراقي، حكومة إعلام، حكومة أقاويل لا أكثر ولا أقل. المضحك المبكي أننا اليوم على لسان الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء والمكتب الإعلامي لهم يحيون الذكرى السنوية لثورة تشرين، وكأنه هم من قام بالثورة وليس أبناء الشعب العربي العراقي من ثار ضدهم. شيء مضحك جدا، يعني يتسلقون على أكتاف أبناء الشعب العراقي وهم من شرب من دماء شهدائه. ما أكيد مدى الشعب العراقي لم تعد لديه أي ثقة بهذه الحكومة. الحديث عن ثقة ربما يقودنا للسؤال عن مدى استعداد المتظاهرين للتحديات الجديدة في عام آخر من ثورة تشرين في ظل الظروف الأمنية والصحية الصعبة التي يمر بها العراق. عزيزتي، بالنسبة للثوار المتظاهرين، نحن نعتبر كل أبناء الشعب العراقي هم ثوار وكلهم متظاهرين وإن لم يستطع المشاركة فعليا. دعينا نستخرج الجمهور النفعي اللي نسبته قليلة جدا. أبناء الشعب العراقي برمتهم عازمون على التغيير، هناك عزم، هناك إصرار، وإلا لما رأينا أن الثورة بعد سنة من اندلاعها عادت الجموع إلى الساحات وهي مصرة على الاستمرار. الكل تهتف بهتاف واحد، الكل تحيي العراق، الكل اعتبرت هذا اليوم هو عيدا وطنيا للعراق. هؤلاء الشباب عادوا الأمل في نفوس العراقيين، إنهم دعاة تغيير ودعاة تغيير نحو الأحسن. هم ينشدون بناء دولة عصرية حديثة على عكس الميليشيات السائدة والمنفلتة في الشوارع والتي لم تكتفي بقتل الشعب العراقي وإنما جاءت لتعتدي على البعثات الدبلوماسية. وكلنا رأينا ما حدث يوم أمس في مناطق آمنة من العراق وما حدث قبلها من إنزلاف المدنيين الأبرياء اللي راح ضحيتها أطفال ونساء من أبناء أحد مناطق بغداد العزيزة. فإذا الثوار عازمون على التغيير، وتغييرا جذريا. الطبقة السياسية والأحزاب السلطوية القمعية بكاملها. لطالما هتف الثوار في تظاهرات ضد الأحزاب الفاسدة والمحاصصة، ما مدى خطورة نظام المحاصصة على واقع العراق ومستقبله؟ نظام المحاصصة هو أسس البلاء اللي أوصل العراق إلى هذا ما وصلنا إليه اليوم. الأحزاب كلها تعتمد معيار الولاء ولا تعتمد لا معيار الكفاءة ولا معايير أخرى من التي تعتمدها الدول المؤسسات يتساوى فيها جميع المواطنين كأبناء البشر. هذه يبدو أننا هذه تفضلي إن كنت هذه لازلت معنا دكتورة. الدولة هذه المحافظة أنتجت نظاما متهالك، نظاما اعتمد على الفئوية وعلى المحسوبية، نظام أودى بالشعب العراقي وبالدولة العراقية. وكلنا يرى ما يجري من إفلاس، من انهيار صحي، انهيار منظومة التعليم، انهيار أمني، كلها سببها المحاصصة المقيتة الذي ابتلي بها العراق وشعب العراق. أجبرت ثورة تشرين عادل عبد المهدي على الاستقالة من الحكومة، ما مصير مصطفى الكاظمي الذي وعد وأخلف في ملف الشهداء والمعتقلين ومحاربة الفساد؟ والله مصطفى الكاظمي إذا استمر على هذا النهج ولم نرى منه أي إجراء، وحقيقة نحن أعطيناه من الوقت
ما يكفي وأن مصيره يختلف عن مصير عادل عبد المهدي، بالعكس سيكون هو تري يعني الأمثال تضرب ولا تقاس، وإنما سوف يكون كبش المحرقة اللي راح الأحزاب وراح تكون كل الفئات السياسية راح تخليه بين فكي كماشة ويتحمل أخطاء ونتائج ما سلف أسلافه كلهم. ونحن أيضا بدورنا نحمل المسؤولية كاملة لكون أنه هو من أيام حكومة المجرم عادل عبد المهدي كان يترأس أعلى جهاز أمني بالدولة اللي هو جهاز المخابرات العراقية، وفي وقتها قتل وخطف ما يقارب من الألف شهيد، وبعدها استلم قيادة الحكومة الانتقالية لم نرى منه أي جهد يذكر في هذا المجال، مجرد تشكيل لجان لا نعرف إذا هي كانت لجان حقيقية أم لجان وهمية. عملية تشكيل اللجان هي عبارة عن تسويف للحقائق، إبعاد يعني تشويش الرأي العام وإبعاده عن ظهور الحقائق، إنه لا يجرؤ على تسمية الأمور بمسمياتها. هذه بناء الدولة تحتاج إلى رجال شجعان، تحتاج العراق يمر بمنعطف خطير، العراق أمام تحديات كبيرة ممكن أن يتحول إلى سامح الله إلى ساحة حرب. ما تم بالشعب العراقي يدفع ثمن صراعات إحنا في غنى عنها، إحنا شعب حضاري، شعب يروم اللحاق بركب الحياة، شعب يروم بناء دولة عصرية، شعب يمتلك من الطاقات الشبابية ما تؤهله إلى بناء أفضل الدول، ولدينا أيضا من القدرات المالية والقدرات والثروات مما نستطيع منه بناء بلد الكل يعيش فيه بسلام. لماذا ندفع ثمن صراعات أخرى إحنا لا لنا فيها ناقة ولا جمل؟ شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، عضوة لجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.